التصوير والمونتاج استوديوهات أحمد الذهب ميسان الكحنان هاتف 0771-983-643-8 مثل مختلج بالفاسنج مثمر سيد جواد هاتف فرحة كان اليوم متبشر يا ابن الله قصيت الماء ويوم الشر يا هيك صاحبك فينك هيك صاحبك انا سولف هوسه يرغبها المضيف زعما هو هوسه برغبه الشباب سيد جواد من مثل شرواكم انا احكي العزيزه وادرحاكم بعقل خاف استغى من مثل شرواكم انا احكي العزيزه وادرحاكم بعقل خاف استغى هيك شط ما هدينا هيك شط ما هدينا هاك اسمع كلامه بالكلام اهتم حقك ما تجيب بفزعة العوان تجيب بفزعة ابن العم هاك اسمع كلامه بالكلام اهتم حقك ما تجيب بفزعة العوان تجيب بفزعة ابن العم ترى حسرة الوحدان مثل حسرة القنفذ على الحضن والشر خذ بيها خذ بيها ابن العم تبقى خذ بيها هاك اسمع كلامه والرجل مبعد وخلي يسمع لي ويبلغ الماياش الكوسة جياب صيته يفوت على الصعبات ما هاب الغليجة وظل يدور قياش هاك اسمع هاك اسمع كلامه والرجل مبعد وخلي يسمع لي ويبلغ الماياش الكوسة جياب صيته يفوت على الصعبات ما هاب الغليجة وظل يدور قياش سيد جواد المايوفي الربع ما حد يوافي الوفا يطلب وفا دون الوفا ما ياش المايوفي الربع ما حد يوافي الوفا يطلب وفا دون الوفا ما ياش ما جبناها الصعبة بلاش ما جبناها الصعبة بلاش كل يوم الربع يحصل كل يوم الربع يحصل ما جبناها الصعبة بلاش